بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. هذا الدعاء حينما يتحدث عن لسان صدق حسب الظاهر، انطلق من أهل بيت العصمة، فحينما نقف عنده نجد أن فيه اعترافا وإقرارا بالتقصير. وإحنا طبعا نلاحظ نفسنا إحنا أحرى وأجدر بالتقصير وبالإحساس بالتقصير، لكن مشكلتنا أن إحساسنا بالتقصير ضعيف، أما إحساس أولئك العظماء الأتقياء العارفين بالله الأبرار المخلصين المقربين، إحساسهم بالتقصير في جنب الله أكثر من إحساسنا إحنا العاديين الناس العاديين. لكن في بعض الأحيان أيضا تلوح بعض ملامح العظمة لدى الداعي أيضا، اللي الإنسان قد يخجل أنه يقول كلمات الدعاء، يشوف نفسه قد لا يكون صادقا في هذه الكلمات. من جملة الموارد هو هذا المورد، فأثني عليه حامدا. هذا من يقول فأثني عليه حامد، الظاهر من عنده مو أنه الآن أنا أذكر ربي وأثني عليه وأحمده. الحامد هو الثناء مع إضافة التعظيم، مو مجرد المدح. المدح هو تقريبا الثناء، لكن الحامد هو الثناء مع إضافة خصوصية أنه ثناء فيه تعظيم لذلك الذي يثنى عليه ويمدح. ولكن الظاهر من عنده أنه حينما أتذكر النعم وكانت تأتيني النعم أنا أثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. مو الآن أنا أثني عليه، الآن أقول يا ربي أثنيت عليك، وإنما ظاهر العبارة لا، أنه هذا ربي الذي يجيبني حين أناديه، يستر علي كل عورة وأنا أعصيه، يعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة أعطاني، عظيمة مخوفة كفاني، بهجة منقة أراني. ثم شنو يصير نتيجة هذا؟ فأثني عليه حامدا. هذه الأمور اللي أنا أستعرضها من البهجة المونقة والعظيمة المخوفة التي يكفينيها ربي سبحانه وتعالى وإلى آخره، هذه هي تجعلني أثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. فإذا إحنا أمام إنسان يذكر الله، أمام إنسان يسبح الله عند كل نعمة. لكن حينما نحن نقول هذا الكلام، هل نقوله بصدق كامل حقيقي؟ نعم، إحنا نقتدي بأهل البيت، نحاول أن نربي أنفسنا، نلقن أنفسنا أنه لابد أن نمدح الله، لابد أن نثني على الله، لابد أن نسبح الله سبحانه وتعالى عند كل نعمة. ولكن قد لا نقولها بصدق. يعني شوفوا مثلا، فهبني، وهذه من الدعاء المعروف دعاء كميل بن زياد الذي يرويه عن الإمام أمير المؤمنين،
فهبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. هذه احنا من نقولها حتى لو نقولها ما نقدر نقولها بشكل حقيقي، احنا نقولها تشبها بأمير المؤمنين. انا نتكلم عن نفسي، عذاب الله سبحانه وتعالى شو يريد يقول؟ يقول هذا عذاب الله، العذاب العظيم. اذا انا صبرت عليه، اذا انا مثلا قدرت اصبر عليه، شلون اقدر اصبر على فراقك يا ربي؟ يعني الى هذا الحد عند علاقه مع الله بحيث يجد ان مراره والم الفراق اشد من الم العذاب. الى هذا الحد يحب الله. الانسان بعض الاحيان يتعرض الى شيء بسيط من الايذاء، راسا ينسى كل محبته وعلاقاته واخلاصه ووفائه. اما هذا الانسان العظيم هكذا يخاطب الله. وفي بعض الاحيان مثلا نقرا في مناجات الامام، وهذا حديث واسع، في مناجات الامام لعله زين العابدين، مناجات التائبين، فان كان الندم على الذنب توبه فاني وعزتك من النادمين. وفي بعض الاحيان يعني يحلف على هذا المستوى من الندم. احنا حينما نقرا هذه الكلمه نحتاج ان نتذكر ربنا. وفي بعض الاحيان في بعض ادعيه الصحيفه السجاديه يقول له ولك عهدي، خاطب الله يقول له ولك عهدي ان لا اعود، يعاهد الله، عهد الله علي. شلون واحد يقول عهد الله علي؟ هذا اللي كفارته تصير كفاره، اذا الانسان خالفه تصير كفارته كفاره كبيره، مو كفاره عاديه. اذا نحن نحتاج ان نراقب، يعني احنا نقرا الدعاء بعينين، عين تبصر وتتطلع إلى أهل البيت كيف كانوا يناجون ربهم، لنعرف أهل البيت أكثر ولنعرف ربنا أكثر وأكثر من خلال معرفة أهل البيت. وفي نفس الوقت أيضا احنا نحاول أن نتخلق بهذه الأخلاق العظيمة، أن نردد هذه الكلمات، أن نراجع أنفسنا حينما نشوف إحساس عالي بالتقصير بالدعاء نقول فماذا نفعل نحن، حينما نشوف إقرار بالنعمة بالدعاء نقول إحنا أيضا الله سبحانه وتعالى تفضل وأنعم علينا، لابد أن نشكر هذه النعمة. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. تلاحظون احنا امام كأنه عدلين، لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه، هذا من جانب، لا يرد سائله ولا يخيب آمله. هذا التغيير في الألفاظ هي مو مجرد تصنع بالكلام. احنا نشوف بعض المسلمين مع الأسف طبعا هذا مما يجعلنا نرثي لحالهم حقيقة، يحاول أن يجي ألف دعاء، يرتب سجعات غير منسجمة، فقط لأن هو ما فاهم، ما عارف ربه معرفة حقيقية كما عرفه أهل البيت. هو غايته عنده شوية براعة باللغة، يحاول أنه كأنه يصور شلون واحد ينظم شعر، يصير يرتب القوافي الشعرية، أو هذا في الحقيقة هو مو شاعر، يسموه ناظم، لأنه الشعر هو اللي يعيش الشعور الحقيقي فيصير نظمة شعر، أما اللي هو ما يعيش ذلك الشعور يصير شعره نظم. هذا يجي شي يسوي؟ يلفق فقرة هنا وفقرة هناك ويحاول أن يحفظ سجعات معينة. شوف الكلام ما متجانس، أما من تقرأ دعية أهل البيت تحس أنه كأنه هؤلاء كانوا ينحتون في صخر، الكلام يجي في موقعه وإلى استقراره واستحكامه وقوته وجزالته، ومن تقرأ الألفاظ تحس كأنه ما عنده هاجس غير أن يرتب الألفاظ، من تقرأ المعاني تحس كأنه هو ناسي الألفاظ بس هو رايح مستغرق في عالم المعنى. شوفوا مثلا هذا نموذج، الحمد لله الذي لا يهتك حجابه. هتك الحجاب يعني ماذا؟ يعني تخريق، لما واحد يخرق الحجاب ويمزقها يسموه هتك، ولهذا يقولون هتك الحرمة. الحرمة كأنه يصير مثل الحجاب، يجي واحد يهتك الحرمة. هتك الستر يعني ماذا؟ يعني يجي واحد يخرق الستر. حجاب رب العزة، حجاب رب العزة لا يمكن أن يهتكه أحد، هو
أعظم، هو أجل من أن يهتك. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه. فإذا إحنا أمام منعة، إحنا إذا أمام حصن حصين من حجاب الله الذي لا يمكن أن يخترقه أحد. هناك أسرار إلهية، هناك عظمة إلهية، هناك حقائق إلهية لا يمكن أن يصلها أي أحد من العباد. ولكن هذا الحصن وهذه المنعة، هذه هي حصن الانغلاق. يقول لا، لا يفتك حجابه ولا يغلق بابه. شوف التعادل، شوف الثنائية الرائعة، شوف التوازن. لا يفتك حجابه ولا يغلق بابه. بابه ما يغلق، بابك مفتوح للراغبين ونيلك متاح للآملين. الباب مفتوح. بعد تدري أكو باب أيها الأحبة، هو هذا أيام الدعاء وهذا ليالي الدعاء والمناجات والتوبة إلى الله. إحنا مو هكذا نقرأ: أنت الذي فتحت لعبادك بابا سميته التوبة وقلت توبوا إلى الله توبة نصوحة، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. هذا الباب مفتوح، الباب مفتوح، لكن إحنا معرضين. ربنا صحيح لا يهتك حجابه، صحيح حجابه في حصن حصين، ولكن في نفس الوقت لا يغلق بابه. بابه ما ينغلق عنا، بابه مفتوح لنا، بابه يعني هناك سعة وهناك ترحيب من الله سبحانه وتعالى بعبده. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللي ما تاب بأول شهر رمضان اليوم وهاي الليلة لازم يتوب بعد، واللي تاب بأول شهر رمضان خلي يجدد التوبة الليلة. في مثل هاي الليالي الإنسان يجدد التوبة، في مثل هاي الليالي تتخذ القرارات المصيرية في حياة الإنسان. هذه الليالي شهر رمضان الأخيرة حينما يكون الإنسان في معرض أن يصيب ليلة القدر، فإذا يكون مهيئ لليلة القدر، يكون مستعد للدخول في ليلة القدر. وأفضل طريقة، أفضل خطوة وأول خطوة وأهم خطوة وأعظم خطوة هي التوبة. التوبة يعني شنو؟ الرجوع. الرجوع لمن؟ إلى الله. احنا عندنا معصية، الحل بيدنا، حل ما نقول سحري، هذا حل إلهي، هذا حل الكرم الإلهي، هو بيدنا. توب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وفوق هذا مو كمن لا ذنب له، والله يحب التوابين، راح يحبه رب العالمين اللي يتوب. وعندنا رواية تقول إن الله يحب من عباده المفتن التواب. هذا اللي يتوب، واحد يقول له، واحد من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم يقول له أخو هذا يتوب ثم يعود، فهل الله سبحانه وتعالى بعد ما يعود يغفر له؟ وإحنا أكثر الأحيان مشكلتنا هكذا اللي تحول بيننا وبين التوبة. نقول احنا تبنا وما قدرنا نثبت على التوبة، افسخناها للتوبة، رجعنا الى سيئات اعمالنا، فنتوب مرة ثانية هم رجعنا، بعد يصير عند الانسان يأس. هذا السؤال طرح في بعض الروايات على الامام الباقر اذا انا ما مشتبه، يقول طرح على الامام الباقر قال له هذا يتوب ويعود ثم يتوب ويعود. فالامام في جواب مفصل إليه قال له أنه مضمون الحديث أنه أنت ما تقدر تحدد رحمة ربك، إن الله يحب من عباده المفتن التواب. هذا الشاب اللي يتوب ثم بعد هذا تغلب شهوته ويعود من جديد إلى معصية، ثم يتوب ومع ذلك يعود من جديد إلى معصية أخرى، ثم يتوب ويعود إلى معصية أخرى، ما دام هو يتوب حقيقة ويقرر قرار حقيقي على أن لا يعود، هي هاي توبته مقبولة وإن شاء الله أعماله مقبولة. وبعض فقهائنا يقول إحنا نقدر نقسم ونمتيقنين يقين كامل من نصوص التوبة، من نقرأ هاي النصوص، أن الله يغفر للعبد التائب. انتهت. الإنسان إذا واقعا أحس حرارة التوبة في قلبه، هاي الحرارة اللي إنسان يصير عنده خليط من الخوف والحياء والندم اللي هاي تأخذ بمجامع قلبه تعصر قلبه، إذا أحس بحرارة التوبة في قلبه ف
فليذق برد العفو في نفس الوقت. خلي يطمئن بالعفو الإلهي في نفس الوقت. وهي هذه مواسم التوبة. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله. لاحظ أكو علاقة بين لا يرد سائله ولا يخيب آمله. هذا عالم ماذا؟ تحصيل الأماني. لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه، قلنا شلون بها ثنائية. وأيضا أكو علاقة فيما بين هاتين الفقرتين، لا يغلق بابه ويا لا يرد سائله. هو باب من مفتوح، يعني السائلين المحتاجين الفقراء المساكين يأتون إلى هذا الباب وما راح يردون، راح يحصلون ما يردون إن شاء الله. وهذا الشيء هو الذي يجعل الإنسان يشرق الأمل في قلبه، ولا يرد سائله ولا يخيب أو ولا يخيب آمله. إذن نحن أمام حالة فيها اطمئنان بأن الله سبحانه وتعالى لا يرد سائلا يا من، وهكذا نقرأ في مناجاة الراجين حسب الظاهر، يا من إذا سأله عبد أعطاه وإذا أمل ما عنده بلغه مناه. حينما يأمل ما عنده يبلغه الأمنية، يحقق له رجاءه، يحقق له أمله. صحيح احنا بعض الأشياء كنا نتأملها في بعض المقاطع من حياتنا في حدود معينة ما وصلنا لها بشكل مباشر، لكن ما أكثر الأمور اللي ما وصلنا لها بعدين اكتشفنا أن عدم وصولنا إلها كان هو الوصول. لماذا؟ لأن كانت مصلحتنا في أن ما نوصل لها، وإحنا دائما هو وصولنا الحقيقة، إحنا نريد مصلحتنا. وين يصير عندنا الاشتباه؟ نتصور أن مصلحتنا في هذا الوصول، وإذا هي مصلحتنا في جانب آخر. فإذا لابد أن الإنسان يتذكر هذه القضية، الله سبحانه وتعالى لا يخيب آمله، لا 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 يخيب من يأمل، من يمد إليه يد الرجاء، لا يخيبه. يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج، عظم يا سيدي أملي وساء عملي، فأعطني من عفوك بمقدار أملي ولا تؤاخذني بأسوأ عملي. هذه مناجاة الإمام زين العابدين في أسحار شهر رمضان. إذن إحنا أمام رب عظيم لا يرد سائله، لا يخيب آمله. ما دام عندنا أمل حقيقي بالله، إذن خلينا نكون مطمئنين الله يحقق لنا آمالنا. وإذا شيء إحنا كان عندنا أمل به وما تحقق، لن نتصور أن الله سبحانه وتعالى في جنب في ساحته بخل. الله سبحانه وتعالى كله كرم وكله عطاء، لكن إحنا عندنا مشكلة في أوضاعنا. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. إذن نحن أمام حالة من أن العبد يريد بينه وبين الله عز وجل يتذكر أن الله سبحانه وتعالى لا يرد أمله. أكثر من هذا، إحنا عندنا بعض الروايات تتحدث عن حسن الظن بالله، يقول إن الله عند ظن عبده المؤمن، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فحينما يصير عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وأمل بالله سبحانه وتعالى ورجاء من الله سبحانه وتعالى، هو هذا نفسه يصير سبب من أسباب الرحمة. لكن أنا فرد سؤال عندي هنا، أنا أريد أختم به حديثي. الإنسان من يصير عنده أمل، وخصوصا إذا يصير عنده أمل بالله عز وجل، هذا الأمل يخليه فقط يقعد يحلم، يعيش أحلام يقظة لا يحركه. من هو عند رب لا يخيب آمله، يصير هو يقعد في بيته في غرفته ويتأمل ويعيش أمل فقط، وهذا يكفي؟ لو لازم يعمل لأجل الوصول إلى هذا الأمل. احنا نحتاج إلى مزيد من الصدق مع الله سبحانه وتعالى. يا حبيب قلوب الصادقين، بعض الأحيان احنا منحب ربنا بذلك الشكل اللي نتمناه لأن ما عندنا صدق. خلي نجرب أن نصل إلى صدق أكثر
مع الله سبحانه وتعالى ستنفتح لنا آفاق عظيمة من رحاب الله سبحانه وتعالى. هذا الصدق مع الله وحده من مظاهر أنه أنا من أؤمن بالله وبعظمته، ويصير عندي رجاء له ويصير عندي أمل به. هذا الرجاء والأمل لابد يحركني، يشدني إلى الأمام، إلى الله سبحانه وتعالى، يخليني أعود أرتب أوضاعي من جديد، أعيد حساباتي، أوجه البوصلة مالتي باتجاه رب العالمين، ما أوجهها باتجاهات أخرى. من أن يصير عندي أمل حقيقي بالله، هذا يقتضي. اللهم ارزقنا اليقين وحسن الظن بك، وأثبت رجاءك في قلوبنا، واقطع رجاءنا عمن سواك، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.